طيب عايز اسالك بقى، قولي قبل ما يعني ما تيجي مصر وتلعب طبعا لنادي الزمالك، هل كنت قبل كده بتسمع حاجه عن مصر او تعرف حاجه عن الرياضه في مصر هنا او رياضه الباسكت بول بالتحديد؟ I never know anything about لم basketball اكن in اعلم Egypt. شيئا I عن always كره heard about السله في soccer, مصر، كنت football, اسمع عن كره القدم، and I always heard about how great the وكنت Malik is and اسمع how great عن Malik is. فرق عظمه فريق Half of my الزمالك cousin, وفريق half of الاهلي. my family is كان Zamalek fan, في half is Ahly اسرتي fans, and they always fight مشجع about this, لفريق but الزمالك ومشجع I never لفريق heard about الاهلي، basketball. وكانوا يتصارعون كثيرا. طيب قولي، انت باباك مصري من اسوان، مامتك مصريه من القاهره، يعني اول لما عرفوا ان انت هتلعب في نادي الزمالك كان ايه رد فعلهم؟ They was very happy actually, كانوا سعداء especially جدا they heard بالفعل، so much about وبصفة Zamalek خاصة and when لأنهم they heard سمعوا that I كثيرا was عن playing for a big الزمالي، club وكانوا يعلمون as أنني سألعب Zamalek, he لنادي was happy كبير. and there was كانوا enough fans سعداء، for my كانوا سعداء لي. طب في الفترة اللي أنت نزلت فيها هنا مصر عشان تلعب لنادي الزمالك، حد من أهلك جه عايش معاك هنا، باباك أو مامتك؟ I was living with my خالته all the time. كنت خالته. أعيش مع خالتي I was living أغلب for her الوقت، all the time كنت and أعيش معها أغلب الوقت، we had a good time together. It وكنا was nice to have somebody in the house always نستمتع instead بوقت of being all لطيف. alone. So I was happy with him. طيب انت قبل ما تيجي مصر لما كنت عايش في السويد، عايزة اعرف منك، باباك ومامتك في البيت كانوا بيتكلموا معاكم عربي؟ كانوا حريصين ان هم يكونوا بيعلموكم العادات والتقاليد، يعرفوكم اكتر عن الثقافة المصرية، ولا لا كان البيت سويدي تماما؟ In my home, like they was always talking في منزلي Arabic with me, كانوا but I was دائما always يتحدثون answering in إلي Swedish بالعربية، and I ولكني never كنت like أجيب really knew how to بالسويدية، answer in لم Arabic, أكن but أعرف كيف أن أجيب yeah, it was بالعربية. always like the Egyptian culture and stuff كانوا like that. We was eating like فول يقولون لي وملوخية at our الكثير عن mess. الثقافة We was المصرية، مثل eating الفول والطعمية والملوخية. everything like و everything basically was Egyptian. We were talking Swedish. كانوا يحدثوني عن كل مامتك شيء كانت مصري، لكني كنت بتعمل أتحدث. لكم اكلات مصريه، ولا كنت بتسمع بس عن الملوخيه والكشري والاكل ده، ولا كانت مامتك بتعمل لكم اكل من ده؟ No, my mom, she did all the Egyptian food. Like كانت we أمي was تقوم always بطبخ eating جميع Egyptian food. We never الأغذية ate والأطعمة like المصرية، the Swedish food. و طيب قول كنت لي، أتناولها. امتى اول مره دخلت فيها مصر؟ Ooh, it was I was very young. كنت I would say صغيرا like 10. جدا، That's كان عمري حوالي that عشر I remember, سنوات but I think هذا I ما was even younger. أتذكره، But وأعتقد I'm being قد young, أكون but we always come أصغر من here ذلك in كثيرا. like 3 weeks, then go لكني كنت back, and then أمكث we've been لفترات swimming half حوالي the whole 3 year, and then we أسابيع، come back وكنت here أعود 3 weeks. مرة So أخرى إلى السويد، ثم we أعود come في far apart. أجازات. يعني كنتوا دايما بتيجوا هنا في الاجازه، بتكونوا حريصين ان انتوا تقضوها في مصر. طيب خليني اسالك، ايه اول مكان يعني زرته انت صغير سياحي لمصر ولسه فاكره لحد دلوقتي؟ يعني ايه اول حاجه زرتها؟ رحت الاهرامات؟ رحت شفت مثلا متحف؟ ايه اول حاجه فاكرها؟ Definitely the pyramids and الأهرام riding the بالطبع، horses and the camels. وركوب That's like الخيل the biggest والجمال. memory I have of هذه Egypt. هي أكبر Other than that, وأفضل usually I'm ذكرياتي free, التي always with أحملها my family لمصر، and we go وكنت this and دائما that. مع And so we أسرتي، don't really وكنت like أزور هذه explore الأماكن، Egypt in that way. I'm always وكنا there with the family. نستكشف مصر مع أسرتي.